فيديو في البايوفيزيكس حاطين اكتر من موضوع. هو البايوفيزيكس اكتر بقاله كذا سنه بيجي دايما ام اس كيو فقط ما بيجيش نظري. فالموضوع الاول هوميوستاسيس. طبعا هوم هي انترنال انفايرمنت جسمك. هاو تو بي ستابيلايز مستقر معناها ستابيلتي اوف انترنال انفايرمنت. سؤال الام اس كيو دايما في الهوميوستاسيس انا كاتبه هنا ادفانتج اوف هوميوستاسيس. دايما الادفانتج بتاعتك نوت انليميتد. يعني ايه نوت انليميتد؟ يعني هو في الاخر ليميتد. دايما الهوميوستاسيس معناها حاجه بتحصل وانت عايز تعمل لها كوركشن. الضغط زاد انا عايز اقلله باك تو نورمال. لا جلوكوز قل لا انا عايز اكل حاجه فيها جلوكوز ازوده باك تو نورمال. عشان كده الدكتوره فادي قالت في الكتاب كاركترستكس بتاعته ريسبتور اذا حاجه استقبلت التغير بعدته الى كنترولر. كلمه كنترولر اللي هو السنتر زي ما كنا بنقول دايما ستيمولس ريسبتور بعد بالافرنت الى السنتر. كلمه افكتور يعني ايه؟ الحاجه اللي هتشتغل عشان تعمل فيدباك تعمل ريسبونس. الريسبونس بتاعك مفيش غير احتمال من اثنين، يا اما نيجاتيف فيدباك وده عكس الستيمولس انتاجونيستك وده مهم جدا قلناه في الشوك ريفرسيبل شوك. لو البلاد بريشر قل انا عايز ازوده ده نيجاتيف فيدباك يفيدك ده بيرجعك لحياتك مره ثانيه. البوزيتيف فيدباك في منه احتمالين يا حاجه مضره يا حاجه مفيده. يعني ايه بوزيتيف فيدباك؟ الريسبونس زي الستيمولس بالظبط. لو قلت لك يوتراين كونتراكشنز الست في اثناء الولاده اليوترس بيعمل كونتراكشن بيزق الهاك اوف بيبي لتحت عند السيرفكس عنق الرحم في ريسبتور موجوده عند السيرفكس ده فتلاقي الريسبتور دي بتبعت اشارات للبرين والبرين يفرز ماده هتعرفوها في سنه ثانيه. الماده دي تزود اليوتراين كونتراكشن تاني كل مره الهيد اوف بيبي عايزه تعدي توسع سيرفكس اكتر فاليوتراين كونتراكشنز از يوسفول. فالبوزيتيف فيدباك هنا كويس. اي طالب بيتفرج على الفيديو ده انا عايز اساله سؤال قلت له حاجه تعرفها في البلاد بتمثل بوزيتيف فيدباك تبقى ايه؟ اكيد بروسترومبين وسترومبين قلناها في البوزيتيف فيدباك. اما الفيتال فيدباك دي مضره في الايرريفرسبل شوك. في فيديو من فيديوهات الشوك عملت دايجرام وبالترقيم وقلت لكم في كذا طريقه بتقلل الهارت ريت فبتقلل الكارديك اوتبوت فالضغط عمال يقل اكتر واكتر. دي معناها دخلت في فيشيس سيركل. دي يا جماعه ام اس كيو هعمل عليها زوم. الام اس كيو في الورقه دي هوميوستاسيس نوت انليمتد. تاني كلمه نيجاتيف فيدباك عكس الستيمولس بتجيبها كديفينيشن في الام اس كيو. بوزيتيف فيدباك ذا سيم از ستيمولس فيشيس سيركل. نيجي للورقتين دول طريقه الترانسبورت اكروس ذا سيل. هعمل زوم على الرسمه دي. المربع ده بيمثل السيل وده البلازما وهنا اليومين. دايما اي سيل في الدنيا بتبص على حاجتين بلازما بره اكسترا سيلر وفي بوردر منها ناحيه التجويف او اليومين. عايزكم تتابعوا معايا حاجه هنا مهمه جدا ان البدايه صوديوم بوتاسيوم بامب. الدايره دي هي البامب كانت بتخرج 3 صوديوم وتدخل 2 بوتاسيوم. ايه الفكره؟ البامب ده بيحافظ على الممبرين ديورينج ريست. هو الاكتف فورس او الاكتف كوز 7%
خرجت الصوديوم من السل للبلازما يبقى بالعقل يبقى الصوديوم جوه السل تركيزه هيقل. طالما الصوديوم قل، قل بالنسبه لمين؟ بالنسبه للصوديوم اللي نازل في اليوم. فالصوديوم هيتحرك من اليوم الى السل باي ديفيوجن. يبقى اذا عايزك تركز في التعريفات المهمه هنا. هنا الصوديوم اتحرك بالبمب في البدايه، ده اكتف ولا باسف؟ اكتف، بكسر اي تي بي. الصوديوم اعتمد على نفسه فسميتها برايمري اكتف ترانسبورت. انا في البدايه عايزك تفهم ترانسبورت وبعد كده احط تقسيمات الموضوع. يبقى برايمري اكتف دي حصلت في الاول، وبعد كده الصوديوم اتحرك باي سيمبل ديفيوجن. كلمة ديفيوجن معناها انتقال المادة من هاي إلى لو كونسنتريشن. الصوديوم اتحرك من هاي إلى لو كونسنتريشن دايما، ودايما الديفيوجن مش محتاج انرجي. الـ MCQ دايما بيجي في الـ Characters of Transport. Simple diffusion is characterized by has no energy, has no carrier, وبيحصل بكونسنتريشن جريدي. كده انا قلت حاجتين، لكن اللي يبص على الزوم على الورقه دي يلاقي ان الديفيوجن متقسم عنوانين وان الاكتف متقسم عنوانين. بصوا بقى، في الاكتف انت قلت برايمري، فين السكندري اكتف وفين الفاسيليتيتد ديفيوجن؟ طالما الصوديوم اتحرك من يوم للسنه بالكونسنتريشن جريدينت هيشد وراه جلوكوز. عايزكم تتابعوا معايا الرسمه. انا عملت دايره هي الكارير، نقل صوديوم للسيل ودخل معاه جلوكوز. الجلوكوز اتنقل بسبب الصوديوم، عشان كده قالوا على الجلوكوز كلمه secondary active transport. كلمه secondary يعني تابع. Use the energy of sodium. هتقولي طب secondary active ازاي يا دكتور وانت بتقول الصوديوم اتحرك باي ديفيوجن؟ تعالى نرتب الاحداث ونحط ارقام. ده الرقم واحد، الصوديوم خرج من السل بره بالبمب. رقم اثنين، قل الصوديوم جوه السل. رقم ثلاثة، دخل الصوديوم من اليوم للسل باي ديفيوجن. رقم أربعة، دخل وراه جلوكوز. كأن الجلوكوز معتمد على ايه؟ على البداية. لولا البمب كل الخطوات دي ما كانتش هتحصل. فأنت استفدت من الإنرجي أوف صوديوم ودخلت معاه in the same direction. تابعوا معايا حركة السهم. صوديوم دخل معاه جلوكوز أو أمينو أسيد. طالما احنا الاثنين دخلنا مع بعض في اتجاه واحد هسميها كو ترانسبورت. كلمة كو يعني شركة زي كوبريشن، أو ساعات يسموها اسم تاني في الكتاب سيم ترانسبورت. سيم يعني يوني دايركشن. ممكن يحصل العكس، يعني العكس، صوديوم يدخل هيدروجين يخرج. طالما حصل اتجاه عكسي هسميها انتي بورت. الصوديوم والهيدروجين ده هتدرسه في سنه ثانيه في الرينال فيسيولوجي. اما السنه دي انتم اخدتوا حاجه افكرك بيها. فاكر الرسمه دي، رسمه الفاست ريسبونس، وده فيس 2 البلاتو. قلنا البلاتو في بدايته بدخل كالسيوم، حلو مهم للكونتراكشن. في نهايه البلاتو انا مش محتاج كالسيوم، هخرج كالسيوم وارجع الامور لطبيعتها، هدخل صوديوم. قلناها في الفيديو كاردييك بروبرتيز في البدايه كده، انت دخلت صوديوم وخرجت كالسيوم، دول
اتجاهين مختلفين، فنعمل زوم على الكلمه انتي بورت ضد بعض، ترانسبورت مختلف. هتقول لي انا معاك في الرسمه دي، انت قلت برايمري اكتف وقلت ديفيوجن وقلت سكندري اكتف، ولكن يا دكتور في حاجه ما اتقالتش، فاسيليتيتد ديفيوجن. قبل ما نقول ايه هي لازم تفهم معنى الكلمه. فاسيليتيت معناها يسهل النقل او يسهل الحركه. يعني ايه؟ الجلوكوز اعتمد على الصوديوم، اتحرك من اليومن للسن سكندري اكتف، حلو، دخل جوه السن، عايز يتحرك من السن الى البلازما، عشان يتنقل محتاج بروتين على السن. يعني كأن السن دي فيها تو بروتينز، واحد هو الصوديوم بوتاسيوم بام، والتاني كارير اخر على السن على البوردر، لا يعتمد على الصوديوم تماما، هو ده اللي هياخد الجلوكوز وينقله للبلازما. اللي بيتفرج معايا دلوقتي يلاحظ حاجه، الجلوكوز يا جماعه بيتعامل معامله هاي كلاس على الاخر، شيال ياخده من اليومن الى السيل، وشيال تاني ينقله من السيل الى البلازما. طب ليه المعامله المميزه دي للجلوكوز؟ لان الجلوكوز هو اهم سورس اوف انرجي للبرين، اللي هو الفايتال اورجن نمبر 1. الحاجه الهاي كلاس لازم تاخد مستوى غير عادي في التعامل. عشان كده دورك في الام سي كيو ايه في الورقه دي؟ تعرف ان الفاسيليتيد ديفيوجن محتاج كارير، والسيمبل لا، دي بتيجي في الام سي كيو. مثال السيمبل، حاجه تتحرك من الليبيد باي لاير، اكسجين سي او 2 جلوكوز يوريا، حاجه بتتحرك من الايون شالز، كل دول سيمبل ديفيوجن مش محتاجين انرجي ولا كامل. فاسيليتيد قلنا جلوكوز، برايمري اكتف صوديوم بوتاسيوم بامب هو الاهم، وفي بامب تاني كالسيوم بامب سمعتوه في السكيليتال ماسل اللي بيعمل ريلاكسيشن، اللي بيسحب الكالسيوم من الفايبرز الى ساركوبلازميك ريتيكولا، مش عايز كونتراكشن تاني. او في بامب ثالثة هتسمعوها في سنة تانية، جي اي تي اللي هي هيدروجين بوتاسيوم بامب، مش السنة دي. في نقطة مهمة في الورقة دي عايز أركز عليها، جيت على الصوديوم بوتاسيوم بامب، لو عملنا زوم عليها عملت عليها سهمين، سهم يعمل لها ماينس انهيليشن وسهم بلس يشغلها. اللي يوقف المضخة دي هو دواء اسمه اوبين او الديجيتالس، ده اللي بيعالج الهارت فيلر. ارجع لفيديو الكونتراكتيليتي اللي قلناه زمان، شوف الديجيتالس كان بيعمل ايه في صوديوم بوتاسيوم بامب. الادويه الحاجات اللي ستيميوليت الصوديوم بوتاسيوم بامب هو ثايرويد هرمون، هرمون الغده الدرقيه، الدوستيرون وانسولين. اخر حاجه عايز اركز عليها هنا، ان تعريف الاكتف ترانسبورت ده بيجي في الام سي كيو. اكتف ترانسبورت من لو الى هاي، وده منطقي، عشان تحتاج اي تي بي يبقى هتعمل حاجه عكس الجريدينت الطبيعي، يبقى يو نيد انرجي اند كام. الماكرو مولكيولز لو حاجه وزنها كبير تتحرك ازاي؟ بالاندوسايتوزس في احتمالين، يا اما فيجوسايتوزس السل تهضمها زي ما كنا بنعمل مع البكتيريا، او بينوسايتوزس سل درينك، او ممكن اخرجها بره السل بالاكسوسايتوزس. زوم على الورقه دي، ستراكشر اوف الممبرين، اي ممبرين في الدنيا بيبقى فيه جزء كربوهيدرات وليبيد وبروتين. انا عملت
رياكشنز. واللي يميز الليبيد باي لير ان هو بيعمل سور حوالين الممبرين، فانس زي السور حوالين فيلا سور، وبيساعد على fluidity of the membrane. اما فايده البروتين تعرفها باربع كلمات بالسي. اول سي كارير. اي حاجه انا بقولها دلوقتي تركيبتها بروتين، يعني البامب اذا بروتين، الكارير اذا بروتين. يبقى اول حاجه كارير. رقم اثنين شانلز. اي ايون شانل اخدته في المنهج اذا بروتين، تمام؟ زي بالظبط الرايبوتين ريسبتور. الثالثه سيل ادهيجن موليكولز، فيها جزيئات معينه بتعمل ادهيجن. الرابعه كاتالايز ذا كيميكال رياكشنز. كل دول مزايا البروتين. يبقى عشان نلخص الكلام، الكربوهيدرات مزاياه 2R، اما الليبيد 2F، اما البروتين 4C. اخر كلمتين في الورقه دي اندوبلازميك ريتيكولم، بتيجي في الام اس كيو. الفرق بين السموث والرف، سموث بتصنع ستيرويد. زمان واحنا طلبه كنا بنذاكرها كده سموث ستيرويد، اما الرف بيصنع بروتينز، وده مهم جدا. نيجي بقى دلوقتي على الصفحه دي كلها ديفينيشنز، ازاي الميه بتتحرك. كلمه اوزموزس معناها ايه؟ ووتر ديفيوجن، من تركيز عالي للميه لتركيز اقل، او العكس، من مكان فيه لو سوليوت الى هاي سوليوت. معروف ان الملح بيسحب الراء ووتر. اوزموزس لازم وراها تقول لي ديفينيشن. وات از اوزموتيك بريشر؟ هو الفورس اللي بنعملها تو ستوب اوزموزس. الميه بتتحرك من هاي للو. انا مش عايز الميه تتنقل زياده للتيشو، عايز امنع ايديما. يبقى ده لازم تكون عارفه. يعني مول هو الموليكولر ويت اوف سبستنس، الوزن الجزيئي كام. اما كلمه ايكويفالنت هو المول مقسوم على الفيلنس. عارفين الفيلنس اللي هو التكافؤ، يعني بقول صوديوم كلورايد تقول لي المول بتاعه كذا. الفيلنس انا عندي صوديوم مول وفيلنت، كلورايد مول وفيلنت، يبقى على اثنين. طيب اوزمول تركيز الاوزموتيك اكتيف بارتكلز، الجزيئات اللي هتشد وراها الميه، ده اوزمول. اما اوزمولاريتي ولاريتي، عايزكم دلوقتي تركزوا معايا في حركه القلم بتاعي وانا بنعمل الزوم. لاريتي فيها كلمه ار، يبقى نمبر اوف اوزمول في الليتر بنهايتها ار، لاريتي في الليتر كام اوزمول في الليتر. اما اوزمولاريتي عدد الاوزمول في كيلو جرام سولفنت. الفرق في الديفينيشن لاريتي بير ليتر، لاريتي بير كيلو جرام سولفنت، والاثنين نمبر اوف اوزمول. زي جزيئات الملح سولت بارتكلز هتشد وراها ميه، كام اوزمول تمام في الليتر، يبقى اوزمولاريتي. الديفينيشنز دي كلها دايما تيجي في ارقام مهمه. الاوزمولاريتي بتاعت البلازما 290 ملي اوزمول. الرقم ده اهميته مش السنه دي، في سنه ثانيه في الكيدني فيسيولوجي هنتقابل وهفكرك. قلناها السنه دي. ناقص بقى ديفينيشنز اخرى. كلمه فلتريشن، قلنا ان الميه بتتحرك من هاي للو، هايدروستاتيك بريشر. الفلتريشن ريت يعتمد على ايه؟ فلتريشن ريت
يعتمد على ثلاث حاجات: دلتا بي، سيرفيس ان، وفلتريشن كو افيشنت. عشان اي حاجه تتصفى لازم في بريشر جريدينت من والى، لازم في سيرفيس اريا، مساحه هتحرك فيها. طب يعني ايه كو افيشنت؟ المعامل. زمان في اعدادي كنا بناخد كلمه الفاكتور افكتيف الكونستنت، ايه الحاجه اللي بتاثر على انتقال الماده. كنا بنقول ايه؟ سوليوبيليتي، سيرفيس اريا، تمبريتشر. ده فاكتورز مهمه جدا. سوليوبيليتي دي حاجه سهله، يعني انا في الريسبيريشن قلت لك السي او 2 قدرته على الذوبان 24 ميه، 24 مره في الميه قد الاكسجين. طب ما ده حاجه ثابته ما بتتغيرش. اللي اكتشف الثلاث حاجات دول واحد اسمه فيكس، سميناه فيكس لو. وعلى فكره فيكس ده هو اللي بيتكلم على الجاس ترانسبورت، فده بيجي يمسك دكتوره فادي تقول لك دايركت بروبورشنال ولا انفرسلي بروبورشنال. في حاجه اسمها الترا فلتريشن. يعني ايه؟ يعني انت لما تيجي تنقي البلازما تنزلها من غير كولويد، يعني نزل بلازما بس في المصفى بتاعه الكيمي. كولويد اللي هو قلبه ما بينزلش لكذا سنه، هاي موليكولر ويت. وهتعرف في سنه ثانيه طب ان القلب من ده عليه نيجاتيف تشارجز، وان الممبرين اوف ذا كيدني عليها برضه نيجاتيف تشارجز. كل ما القلب من في البلازما عايز يعدي وينزل في اليورين يحصل ريبالشن بينه وبين الممبرين اوف ذا كيدني، فننزل البلازما بس. ماينس يعني ايه ماينس كولويد؟ لازم اقول لي الترا فلتريشن التنقيه السوبر. الديفينيشن الاخير في الورقه دي سولفنت دراج. سولفنت دراج مش محتاج اقوله كديفينيشن، انت عارفه من ابتدائي. سوليدز اتراكت ووتر، معروف. دراج يعني بسحبك معايا انا في التيشو بنسبه عاليه. فاكرين الهايبر تونيك سوليوشن سميناه سكندري لينفاجوج، قلناها في فيديو الكابيلاري سيركيليشن. اخر صفحه عندنا في الفيديو ده هتيجي ام سي كيو. توتال بودي ووتر بيقل مع الايدج، بيزيد في الميلز الرجاله اكتر من الفيميلز، دي دايما تيجي ام سي كيو. وفي سنه دكتوره فاتن قالت التوتال بودي ووتر يقل في الادلت ميل، تقول لها لا، ادلت فيميل تقول لها ليه؟ الفيميلز فيهم نسبه فات اعلى، ومعروف ان الفات از هيدروفوبيك، الفات ما بيحبش الميه، عشان كده كميه الميه في اي فيميل اقل من اي ميل. دي مهمة قوي. وهنا تعالى اقول لك بقى الارقام اللي في الكتاب. لو جبت ادلت ميل وزنه 70 كيلو جرام، نسبة المية في جسمه كام؟ 60%. وساعات دكتورة فاتن تجيبها في الام سي كيو مسألة، مش لازم 70 كيلو جرام، أي رقم تاني. تجيبه لك وزنه كذا، وتيجي تسألك على تفاصيل. يبقى الوزن تايمز 60 على 100 يساوي توتال بادي ووتر. هنا 42 لتر. اتقسم 42 إلى 14 لتر اكسترا سيلولر و 28 لتر انترا سيلولر. ال 14 لتر اللي هم اكسترا سيلولر يتقسموا لمكانين: 3.5 لتر بلازما و 10.5 لتر انترستيشيال فلويد. اما ال 28 لتر دول كلهم انترا سيلولر فلويد. يبقى ممكن تجيبها كمساله تقول لك مثلا وزنه 80 كيلو جرام وتطلب منك انا عايز اعرف الاكسترا سيلولر كام. قاعده
ان اكسترا سيلولر من واقع الارقام يمثل ايه؟ يمثل تلت التوتال بادي ووتر. يعني انت 42 لتر تلتها 14، يعني الاكسترا سيلولر التلت. يعني انا لو جيت قلت لك مثلا وزنه 80 كيلو جرام يبقى توتال بادي ووتر كام؟ تقول لي 80 تايمز 60% يبقى 48 لتر. ال 48 التلت بتاعها كام؟ 16. دكتوره فاتن تحب تجيب الاسئله بالطريقه دي، لو حبت ان انت تصعب شويه وتشوفك انت عارف الارقام ولا لا. كتاب الاسم قال ازاي نقيس كل حاجه. توتال باتر موتر بنقيسه بالمواد دي. الجدول ده عشان خاطر حفظ ام سي كيو. هنعمل عليه زوم دلوقتي. توتال بادي ووتر بيتقاس بليبرد ووتر او ماده اسمها ديوتيريوم ووتر او تريتيوم اوكسايد او امينو بايرين. دي انا مش هقدر افهمك جت منين. دي اسماء. الاكسترا سيلولر فلويد بيتقاس بست مواد. عشان اسهلهم لك، اتنين يبداوا بحرف الاي، انيولين وايزوتوبس. برجع تاني واقول انيولين مش انسولين. الانيولين ده بولي ساكرايد، وحرفين تي هكتب تي، سايو سلفيت وسايو سايانيت، ومادتين كمان سكروز ومانيتول. انا عارف اي طالب بيتفرج دلوقتي على الفيديو هقول يا دكتور انا ما اعرفش غير سكروز. اديني قلت لك خمسه كمان. طيب البلازما تتقاس بايه؟ ايفانز بلو والبيومن ليبلد البيومن مشع ويز ايدين 131. عارفين الراديو اكتف ايزوتوبس. الحته دي هتقول لي مهمه ليه؟ لان انا لما جيت قلت لك اصل البلازما كذا لتر، اصل الاكسترا سيلولر كذا لتر، حسبوها ازاي؟ حقنوا العيان ماده من المواد دي. الماده اللي حقنها وصلت الى البلازما. انا عايز اوصل ليه؟ لفوليوم. كلنا عارفين من ثانوي زمان ان الفوليوم ده بيساوي اماونت على كونسنتريشن. فانا عايز اعمل زوم على المربع ده. انا حقنتك مثلا بريديو اكتف ايزوتوب والماده دي وصلت للبلازما. عشان اعرف حجم البلازما قد ايه يبقى لازم اعرف كميه الماده اللي حقنتها، اماونت انجكتد ماينس اماونت ريموفد. حقنت كميه معينه وفي كميه كده خلصت منها، يبقى بقى شويه بدل اماونت على كونسنتريشن، على تركيز الماده دي في البلازما كام كام. لو عارف الاثنين دول على بعض وقسمتهم يطلع لك رقم. الرقم ده يمثل حجم البلازما او يمثل توتال بادي ووتر. اما اللي اخر حاجتين intracellular fluid و interstitial fluid not measured directly. يعني ايه؟ انت حقنتني مثلا انيولين فعرفت extracellular fluid، تمام، وحقنتني ايفانز بلو فعرفت البلازما. طب يا البلازما دي بتساوي ايه؟ extracellular fluid زائد انترستيشيال فلويد. ده الاكسترا سيلولر مش ده الخارجي؟ ده هم دول انترستيشيال زائد اكسترا سيلولر فلويد. عرفت البلازما كام؟ 3.5 لتر بيتقاس، وقست الاكسترا سيلولر لقيته 14، يبقى الانترستيشيال فلويد كام الباقي؟ نفس الفكره انترا سيلولر فلويد ما عرفوش يحسبوها دايركت، صعب. اوصل لحجم الفلويد جوه السيل
صعبه جدا. عملوا ايه؟ حقنوا العيان بنيبل دوت فقدروا يحسبوا توتال بادي ووتر، وحسبوا الاكسترا سيلولار فلويد مثلا بالانيول، فعرفوا ده وعرفوا ده، يبقى الانترا سيلولار فلويد كام؟ الباقي. اخر عنوانين ام سي كيو برضو ان الاكسترا سيلولار فلويد في التشايلد او الانفنت بيكون اعلى من الانترا سيلولار فلويد. لو عملنا ريشي فلويد اللي بره السيلز بتاعته اعلى من اللي جوه، عشان كده البيبي اللي لسه مولود او الطفل معرض اكتر تو دي هايدريتد، للجفاف بنسبه اعلى. واخر حاجه عايز اقولها ان البروتينز في الانترا سيلولار فلويد نسبتها اعلى من البلازما واعلى من الانتر ستيشيال فلويد. يبقى الورقه دي عشان ما تتوهش اسامي المواد المهمه للميجرمنت لكل كومبارتمنت لوحده، وان التوتال بادي ووتر بيقل في الفيميل وبيزيد في الادلت ميل وبيقل مع الايدج. التعريف مول واسمول واسمولاريتي، مولاريتي مهمه، الفرق بين ديفيوجن وبين الاكتف ترانسبورت كديفينيشن. هوميوستيزس يعني نيجاتيف فيدباك وبوزيتيف فيدباك، وانه فايدته نوت انليمتد، واكزامبل لكل طريقه من طرق الترانسبورت.